وإني على ثقة من طريقي إلى الله رب السنا والشروق فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق فإني أمين لعهد الوثيق الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسور دوادا برامج كان يتحنى أها فلنقينتا كتاب شروح معالم في الطريق وقري شيخ مصطفى كامل وأها أمير كجامعة الصادعون بالحق عاو حلقة نوحة يقوم ارتياء ولا لهن انجنير محمد عبد الرحمن أحمد شيخ عثمان محمد قاوي إيه ولا الأستاذ عبد الرشيد جامع عرب شو رواه ذا ولا ليه هذا بدأ وضيال عو حلقة إنن وحربنا إنن نكفل عن قينه محل لوجب بهن يهي قف كمؤمن كا إنه إسكال سريه عو حلقة وحي نود ده فرية ولا الإنجنيير محمد كسر رواه ولا أديات بأو ما سنت ولا البشير وحنج على أنت أنا كهدلين مهم كويس كل السرية هن مقدمة يركها المريه هو شارح قاد ودل استعجي مهم نوقه موضوع عن هذا أنك هل دونه شيء سؤال قفكم مهم منك شذا وأركا جاهلية دا ما دام جاهل دقيق أسكو قرنيسه شاكد إشاد بين يهون هيسه شذا وقفكم مهم منك وأركا جاهلية دا شيء إسكال السرية إيه قاد أمو قتمان مهم كدبتي وحأركا يا حقيقة جاهلية دا دبتنا ماذا دمان محل الجهال سيدا وحي كتير سنتهاي دعاية بين أبور إيو معنى أود أي حوك مقونيسة ومدي هوس جوغي تاسو ومدي هي كو قنعينيس إني تاه ميدو دانت أهيسة ميدو وناق أهر سيديسة ميدو إيسا كمار من كلمان لكو حا حقيقة إن جهال سائهن بل جهال اللي دو قرن أيتا سيدا وكلا جهال دو حي إذيك سنيسة صحافة دي إذا عاديه تلفشينة دي حتى سوشيال ميديا سي اي وموجس ومدي ان ايضا دان او هيس او ايضا لغا مارمي كريم او ايضا اي تهميد بن آنك ملشدا اسكو هيس هرومارك او كينيس وحانا دعي كده وحيابو هرومارا ان اي سميس قرية ايو لامية ايو وحيابو ير ان اي تستمار تاسو بن آنك لاك قيب تيسي اساسي جيت اللو بي سمار سيوك الجاهلي دو هيس عادة كدقاتي ان منحج كيدو حبارشا اي كسالي سابو فكرة ديدان او ارضيق مان تفسح كواد بلا الى جامعة ده فكرة ده نلعب سينا يا مان لاي قفك مؤمن كا حقيقة جهات واقرنا يا وحو شاريح وكتل مام مصطفى حفظه الله انو مؤمن كا لم يدي واحد قف سرك سوء ايه غاية او ارك يا داد اد وليتا حقيقة ده دا قرن كيدا ليدا شد ايه جهل كيدا شهوات كيدا ارك يا مان تصالك لو حكا ديجي قفك مؤمن كا لم يدي هاي قف كشن اوكيال وين او سيدا مايكروسكوب امان مارك شاعتك اي هو انت قلفتا اي هو انت قداش هذا ارك ايمان وحقيقة روحة ارك ايمان ليدا شيء هذا ارك ايمان وان معنى وحيابا شكل انكو قنعين مان ماشي ذاك الشكل اللي هو قلعي قنعي قف كمينكو ارك يا حقيقة جهالي سي اوليدت اي ورير كيس اي عقيد حميد اخلاق حميد ايو ارك ايمان تاسا مارك كيرين قف كمينك ان لديك كرين قف كمينك نتكسر مكرين قوكم يمك أنا لخياني كرين محايا دبنا مدو أجيدا مارن ماشي ذاك يكو داقاني هين وماذا هان هور ماري وماذا ساهو ميل جارتي باور ريسا ميستين قرية ديستين لامية ديستين لك حقيق محاا قنت محاا شكل لغان هاي ايجيني قنت محاا قوكم يمك هو أركيا شدو كلا تاك ريو ميس هوشيز انو قبصد دعوه دو استاق حقي او شيقلا كر ريو ميس انو هوشا هور استاق مارن سيدا رسول كنا صلاة الله وسلام عني مرر بدن لو بلان قادة جل مال مكسينا هاوين تو قروح بدم كو غورينا ادا جيرنت هاد اختار مكور هادينا وها مركي قالد اخريان دنتي سكر عنجر و خو تلنام جيري مركي با حق و خويا دين دوك او ييراي مالكا اي هانتيدا اي غوركا ما حدا كما سامين جيري ما هوش و يمي هوش هادف كيسا اي كو غدن جيري سيدو كلو اوغناي خيليدي مع حج مركي يمادا عربتو انو او تك جيري سو مال لو ويديسن و خو تلمام جيري عادين جيري حق اي دين تا اي هدف كو ييمان ما كلكا وحان كا اركينا مؤمن كإنه يسا جاهل دينس يسا دقي كرين
وش خياني كني وفهم شيء حقيقة ربط أمان فكرة جس أنا وكدولينا عدان إجنو محلوقة بين قفك مسلم كأنه إسكالا سرية جاهد ما أنت جرت هرنا ما أوصل شيء جاه إسلا سرية دينا سهين إسلا سرية معناها كبر يو معناه إسلا وين الناس إيه تاه إسلا سرية إيمانك يا عقيدة يا أخلاق أوسي تمام مكة سيد كسو أقنا تلمامي وحو أد أموجي إن أي سلا سرينتو سيدا دابا كإيمان إيسا قفكم مؤمنك ونسكالا سرينيو أودها قول كجرة إيه خلافة منهج كالي قيمة قول كجرة إيه حرير مرسن إيمانك رقم هذا جرة إيه أن سلكو هين إيمانك نظامي هذا إيه شرعي كجرة إيه أن إسلام كشرعي وغايسن سيدا وكالي حالة ده دمان جرة إيه أن دينة سلكو لهين ما أرنتا سيدك أو تلمامي كنت بقارن ده سيدا أركتامبا وحن كوشو عل علي أو ده هدولك قيمة هدولك أخلاق هدولك رقم هدولك نظام هدولك ما أرنتا ما كحب بعند ده دول إشتاق إيه شرحات شارحة كتابك الشيخ مصطفى كامل حفظه الله وحقد دول إشتاق أرنتا أنا وعدي محا أرنتا لوك لو حري يا محا أرنتا لولي لما نقولك لو تلمامي معناها سوت كينس وحوي أرنتا ما سيدا أرن سل دير لما أرن إلى حق سكتي ما وأرين أنت أدونك لو جاوب بلابتي أنت أدونك لو جاوب دماني سمار سلام كان شيء أدونك محو أركا أدونك سلام محو أركا معناها مرحلة دير وبشر كان أمر يمان إلهة كيني مرحلة دير تنغلانية كتي واري ماي واتيق يمان يعني مركو أشدح مرحلة كيني استحق إلهي كتمي أدونك على كيني أنت يارو كنغلانية كتي واتيق يمان مركو إسلام كتسيسو أردن أمو جنايو بوحوق حوق ساري إنه فهم سي بشر كان إن أدون كأو إياه متاع وحلقيت القرآن كده أكتب متاع الدنيا أدو قبان تمام يا متاع الدنيا معنى راحة لو راحة معنى لا لو إنه قتل ما مارد سيد إلهي ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين مستقر بإذن ته إيه متاع إلى حين معنى راحة مديسة مهمة وحير وانا اقول قف كستاك قناعسي انو ما انتو ادون كاي ماذ وتقدون ومر كسو كوارين ما سيدا اويد اسلام كحو كقن عينيا فرصة دان يرتا او قفكو اهيستو انو الله اقول تلقال انو هذا خليفة الله في الارض فرصة داسن او كتو لقالو انو فرصة ير لذا قطو رسولك ارنجل صلاة الله وسلام عليه كن في الدنيا كأنك غريب او عابر السبيل تاسو معنى يتاهي ادون او نولو سيدو قف قريبة يعني قف قريب وانا قانا intee uu joogo kara muddo yar weema ama caabir si qof wada jirayma qof wada jira waa garan qof wada hadii ka hortima intee uu kugu qaadanaysa daqiiq yar bay kugu qaadanaysa ma macnaheedu islaam ku dhisaya macnaheedu bin aadanka baryama ama jahilid soo ma waxay u haysta adduunka inuu yahay meesha fursad kale ay haystaan markaas wax ala wixii rawro in ku dhameysto haday noqon raaxadiis haday noqon lahayd maal marka ma eegayo macnaha maalkan ma xalaal ba ma xaraam ma eegi ma wuxuu eegaa kaliya adduunka shee maal badan u heysha raaxadii soo eegiye maxalaal ba ma xalaal ma eegi ma wuxuu rabaa raaxadii soo ku hela halkaas marka farqiga weyn ee islaamku ka sareeynta ka iimaaneysa ma arimaas aan ayu sharax aad ugu dheeraaday khair Allah si in qofka muuminka loo baahan oo iskala sareeyo sida la soo sheegay qofka muslimka oo iskala sareeya wax walba oo dhulkan yaala oo ilaah subhanahu wa ta'ala mana kis khilaafsan hadii marka qofka muslimka wax walba iskala sareeyo waxa soo maraya marar badan waxyaalo dadka jahiliyada ka soo gaaraya sida midalan ina ku jeesjeesaan oo kale oo ilaah subhanahu wa ta'ala quraankiisa sidoo noogu sheegay dad badan baa lagu soo jeesjeesay anbiya ilaahay baa lagu soo jeesjeesay dad kale muslimiin baa lagu soo jeesjeesay jeesjeesidaas oo ka iimaaneysa waxa ayagu ay haystaan idii aan haysan bay waxay rabaan inay maarti ka dhigaan yaani dad maarti yaani khilaafsan arintooda nabiyullaah nuxuud oo kale waxa lagu yiri إنهم أناس يتظاهرون وضد إسكت الظاهرة هي وحيالها أنا وأستعماله مركب مجالد إنه ناقص سارة سيدو كله نبي الله نوح عليه السلام وحير إن إن إن, إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون هذا ما أنت أنا جن وجهس جستين أنا جن برا إن كوجه جستين ما لين ما أرتي يعني أن ما أنت هين بأنا جن كوجه جستين سيدو كله إله سبحانه وتعالى وحي المامي تذكر جالد أهوان إله روم سنين تذكر مؤمنين تام مركب أركان جس يلجبن يمغيسي اني مارتي كولا دقاقان ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك. إلهي سبحانه وتعالى وحط المامي ددك قالها إن ددك مسلمين تكوتش جيسايان. إلهي سبحانه وتعالى وحط المامي ددك مؤمنين تاهن إن بري كوتش جيسي دونان كو ما تكوتش جيسايا أيوة ولي بصرير كركوت صارن أو راح يسنا هي أو نعيم يجنا كوتشرا مركو هدف أي استعمالان جهلة كستا وإلهي منهج كيسي أنا يسن إلهي دريق سكلي حتي إن ددك مسلمين تاه وحي أي كوصة مين كران أي كوصة ميان قفك مسلم كاهنا وإسكالوين يهي وإسكالقبوين يهي وكسر رياسي لصوشيغي إنه وحي عليها جاهليد واستعماشه ودبعه وأقبله وقيب كقاته وقف إسلا سرية وقف سند وين هيستا وقف ميلكو حرن أسوغونا مكان كاس عالي قاهو تشوغا يقونا مكان كاس وصو تشوغانين مكان كاس وصو مركا إدد تشوغتا باي وحي ربان إنه مكان كاسر إن تكسو دجيان أي هو صادقان قفك مؤمن كاهنا مرة ميشي وجوغا إنه كسو دجو مركا مرة والبا وحا صعودة إسقغبسي إيه إسقهوريمات يوحا ساجبة أغلب كنا وحي كتما دا مركا يعني دادك جهالة أما جهالي جهالين تو أي سلطانة أي حكم كاستان أي وحي كانت دادك مسلمتها إنه كتشاس جيسان ودبات أوغيستان أما قفك مسلم كاي حقوق ذو إلالية قفك حقوق ذو إلالية كمي سورو دا إنه مارت يعني قف حد قد بصم أيو أد يا أد بأما سنتهين رنتي سيدة مقوين يا أد أرنتان وحاوي نوغو شرحدين هذا وحن أباهن هاي إن هلا سن أفهم إنه أرنتا عشر حدين يحقق إقدار سوين بل إن إنه هلا تصالة وح النقطة هوشاس وعبد الرشيد يعني شعران لها إنه بلانتا سوح نقطة المام سوري عبد الرشيد خير الله كسيو إن وركان استعلاج إيمان كسابسن وحلية تصالون عاد فربضن وقرآن ككويالة وأنبياء هراء معنيه قصص كذا عاد معنيه كت كتالة وسيرد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كتالة مركب تسألون كوا بدينهن لكن كاتب كإشارة هو حسوا قاتين قصة عاد حلي ودع الدجال في قادسية وكتب جنيد حلي وعمر بن الخطاب أها أمير المؤمنين دجال كاسوا معنيه دكت مسلمين تأيل جلين بقرتوي ذي فرص دجال كمركو culayskii dareemeen qoladan qaadisiye qoladan macnihii furus markii culayska dareemeen baa waxay dalbadeen in ay loo soo diro rag kamida muslimiinta si ay ula hadlaan oo ay ula gorgortamaan marka Sacad bin Abi Waqas oo ciidamada muslimiinta hoggaaminayay ayaa waxa uu diray laba nin nin la yiraahdo Rabci ibn Amr iyo nin la yiraahdo Mughirat bin Shu'bah labada nin ama way isku marbi ahaayeen ama way isku dhawaayeen laakiin labaduba xaadisadaas dagaalkaas qaadisiye baa la diray oo waxay u tageen ninkii hoggaaminayay ciidamada Furus oo la oran jiray Rustam marka qoladatan Furustu waxay isku day waxay qorshahoodu wuxuu ahaa in ay inda daraadiyaan dadkii muslimiinta oo ay inda sarcaadiyaan oo ay tusaan wax weyn oo dadka muslimiinta markaas aysan haysan saddexda waxay diyaariyeen meel weyn bay diyaariyeen waxay dhigeen katiifado waaweyn oo ilaa iyo dhowr boqol oo mitir guglan bay dhigeen teendhooyin bay ka sameeyeen sariir dahab baa la dhigay macnihii barkimo macnihii luul iyo ka sameysan jawaahir baa la dhigay marka si ay nimankan markay yimaadaan oo mulkigan weyn u arkaan ay u tanazulaan oo wax u ogolaadaan in wax laga siiyo mulkigaas oo markaan ayaga iska noqdaan oo dagaalka ay ka tanazulaan bay ugu talagaleen laakiin khayr allah siyo labada nin ee macni saxaabada ah way fahmeen qorshahoodi markay waxay qorsheeyeen iyagana inay buriyaan macni qorshahoodi wax burinay inay la yimaadaan lidaalka markay yimaadaan meeshii maba aysan tix gelin waxa kan meesha la dhigay ama la googlay ee qiimaha ay leedahay waxa ay sameeyeen fardihii ay wateen bay waxay ku dhisciyeen dhulkiisa u googlana oo ay fardihii bay ku xirteen oo markay soo degeena waranka ay wateen bay ku mudmudeen katiifadihii qaaliga ahaa ee meeshiilay markaas ayaa waxaa qoladii askarta ahaa ba waxay yiraahdeen macnihii hubka dhiga marka waxay yiraahdeen anaga idinka noo yeertay anaga idima yeeran saa darteed haddii aan hubka dhigana tirahdaan waan noqonaynaa anaga idima dalban idinkana soo dalbaday Rustam baa loo sheegay Rustam wuxuu yiri usoo daayay hubkooda way yimaadeen waxay damceen inay dhinac kaga fariisaan sariir oo Rustam ku fadhiyay oo dahab ka samaysanayd waa lagu soo booday waxaa la yiraahdaa maxay hafriisaniina markaas haddana waxay yiraahdeen macni sidoo kale anagu idamada dalban idinkaana dalbaday kadibna adigu waa la ogolaaday inay fariistaan
warkii marka ay labadan saxaabi wateen waxa weeye waxay muujiyeen inaysan wax qiimo ala lahayn waxaan meesha ka muuqda, ama dahab ha noqoto ama luul ha noqoto ama macnihii jawaahir ha noqoto ama waxyaabaha qaaliga ha noqoto oo ama sariir dahab baa ku jirtay, taaj dahab baa ku jiray, waxaasoo dhan macnihii waxa weeye wax qiimo uma arkin, way ku dul socdeen. Saa darteed marka macnihii waxa weeye waxay buriyeen qorshihii ay qolada kale wateen oo ahayd qolada inay is dhiibaan oo yidhaahdaan waxna siiya waa iska noqonaynaa. Marka kadib markay arkeen Rustam inuusan nimankan qadiidatan wax qiimo ala lahayn, buu wuxuu weydiiyey su-aal, wuxuu yidhi maxaa idin keenay, maxaa u timaadeen? Waxaan u nimid bay yidhaahdeen Allahna soo diray, oo wuxuu noo soo diray inaan soo saarno ciddii u doono aan ka soo saarno inay addoommo u ahaadaan addoommo iyaga la mid ah, oo aan keenno inay addoommo u noqdaan Alla keliya, inaan ka soo saarno maxay ahayd dulmiga diimaha oo aan keenno cadaaladda Islaamka. Aduu hadallo saasoo kale ku yidhaahdeen, oo waxaana dad mabcuusiin Alla soo diray. Marka dagaalkiinu wuxuu muujinayaa inaad Alla la dagaalamaysaan, annaga idin la dagaalamayn, sababta annaga Alla xaggiisaan ka soconnaa. Markii ay hadalladaas isdhaafsadeen ayaa waxaa shaaruxu u tilmaamay qadiyadan labada saxaabe ka muuqata oo ah in waxyaabahan dunyaawiga aysan qiimo la lahayn inay ahayd shay markii hore oo Rasuul sallallahu calayhi wasallam uu ku tarbiyeyey saxaabada. Mithaal baa la soo qaatay oo qiso ku saabsan Rasuul sallallahu calayhi wasallam oo meel jooga ayaa waxaa soo maray nin. Markaasa Rasuulku waxa uu yiri dadkii saxaabada ag fadhiyay, wuxuu ku yiri ninkan maxaad ka oranaysaan? Wuxuu yidhaahdaa ninkan wuxuu ka mid yahay dadka ugu sharafta badan, hadduu guur weydiiso waa loo guurinayaa, hadduu shafeecana shafeecadiis waa la aqbalayaa, haddii uu hadlana hadalkiis waa la dhageysanayaa. Nebigu iska aamusay. Wixii kadib waxaa soo maray nin kale, markaas wuxuu yiri ninkaana maxaad oranaysaan? Waxay ku yidhaahdeen Rasuulka Allayo, wallaahi baan ku dhaaranay ninkan wuxuu ka mid yahay dadka muslimiinta ee fuqarada ah, wuxuu mudan yahay hadduu guur weydiiso inaan loo guurin, hadduu shafeecana inaan laga shafeec aqbalin, haddii uu hadlana inaan hadalkiisa la dhageysanin. Kadib nebigu waxa uu yiri ninkan dambe ee faqiirka ah wuxuu ka qiimo badan yahay kaa qaniga ah oo arladan muggeeda ah buu ka qiimo badan yahay. Marka Rasuulku wuxuu rabaa inuu u muujiyo kan faqiirka ah, maadaama iimaan uu leeyahay, iimaankiisa ka qiimo badan kaa qaniga ah iyo qaninimadiisa iyo dhulkan in la tiro la eego macnaha niman aqniya ah inay ka qiimo badan tahay macnaha ninkan faqiirka ah iyo iimaankiisa. Saasa Rasuul calayhi salaam macnaha ugu soo tarbiyeyn jiray inay waxyaabaha say u kala qiimo leeyihiin ama u kala ahmaysan yihiin ay macnaha saxaabadu u fahmaan ama u qaataan. Tusaalayaashan iyo sharaxaadooda waxaa si tafaasiil ugu heli kartaan kitaabka Shuruuxul Macaalim, khaasatan fasalkan hadda aan ku jirnay ee Isticlaaul Iimaan ah, waxaana laga heli karaa macnaha beejka jamaacada Asaadicun Bilxaq ay leedahay, ama ay ku leedahay YouTube-ka, ama ay ku leedahay macnihii Facebook-ga, ama ay ku leedahay social media oo dhan. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida waafiga ah oo aad noogu sharaxday arrintaas. Waxaan rajaynayaa arrintaasi inay noqoto arrin waxa weeye waadaxa oo qof kasta uu fahmi karo. Sida aad soo sharaxdeenna, runtii qofka muuminka waxa uu caddaanaya awood kasta iyo cudud kasta iyo ciidan kasto ay haysato jaahiliyada adduunka in aysan waxba kasoo qaad lahayn, waayo baadilku aslan markasta waa baadil, si kastoo awood badan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana qur-aankiisa ku xusay marka uu leeyahay famaadaa bacda alxaqi ila dalaal faannaa tusrafuun. Haddaba daawadayaal, halkaa ayaynu kusoo gunaanadaynaa fasalkii isla sarraynta iimaanka ee ka tirsanaa falanqaynta kitaab Shuruux Macaalim fi Tariiq. Waxaad ka heli kartaan kitaabka beyjka jaamacada Asaadicuna Bilxaq. Aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin daawashada iyo la socoshada barnaamijka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sa'athaaru laakin li rabbin wa diin wa amdi ala sunnati fi yaqiin fa imma ila an-nasri fawqa al-anaam wa imma ila Allahi fil khalidin wa imma ila Allahi fil khalidin.